قال العلامة ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال وأوذي لأن ما جاء به يأمرهم بالخروج عن مألوفهم. فهمت؟ ألف وشنو؟ يقول لك مما قمنا أن إحنا مع المهيوبة ومع النوبة ومع أهل الله بفزعونا ومع البادراء ببقوا قراب ومع برع الغوم ومع الصينديمة ومع الكباشي ومع شيخبي عالم الغيب وشيخبي الدجنة وشيخبي جيب الريحة، دي مألوفاتهم. كويس؟ قال وهو مأمور، ده كلام ابن حجر، قال وهو مأمور بمنابذتهم. عرفت المصادمة جاية من وين يا أبي خملان؟ والشفت المعاو عارفين المصادمة جاية من وين؟ ها؟ ده الدين كده. انت قالوا كيف؟ انت قال بس تقعد كده؟ قال انا ابقى زي العسيمين. لا والله خلينا ادخلك اللجنة الدائمة احسن. ما توسط لك؟ ما دارني اتوسط لك؟ انا دار اقعد كده. يا زار ربنا قال يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز الاصنام فاهجر ولا تمنن تستكثر. اول موقف في الدعوة النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد جبل الصفا واخبرهم وامتحنهم انه لو اخبرهم ان جيشا وراء الجبل او كنتم مصدقين قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قولوا لا اله الا الله تفلحوا. وده العرب فاهمين معنى لا اله الا الله. طوالي ابو لهب قال تبا لك للنبي عليه الصلاة والسلام. دي عبارة عن شنو كده؟ وريني لها. ابو لهب ده ماله يعني؟ عمل شنو؟ دي اسمها شنو دي؟ مش اسمها زي ما بتسميها انت مصادمة؟ فهمت؟ ولذلك الشيخ محمد ابن ابراهيم آل الشيخ كما انا قال لك اخونا ابو بكر في الكتاب اسمه نصيحة للشباب في الرد على هذه الشلة قال مدح الشيخ الألباني قال وهو صاحب سنة. قال ومصادمة لأهل البدع. عشان كده أورد الإمام الشاطبي عليه رحمة الله، الله يشطبكم من الواتساب ومن أي هوس، فهمت؟ قاعدين تلعبوا به على المسلمين. فهمت؟ الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام نقلا عن ابن وضاح في البدع والنهي عنها رسالة من واحد من السلف اسمه أسد ابن موسى إلى أسد ابن الفرات، ده الأسود. أنت قايلهم كالأرانب تدخل إلى جحورها وشايل لك كتاب. هنا لو قلت البرعي اي حاجه ما بزول بيزعلك وتقعد لي ورا الجامع وخالف كراعك وشايب لبن. يا زول دي دعوه التوحيد؟ ما تكذب على المسلمين. تكذب على المسلمين انت والمجموعه اللافين معاك دارين تبلبلوا للناس عقولهم ودعوتهم، لكن نحن لكم بحمد الله بالمرصاد. كتب له اسد بن موسى قال اعلم اخيه اعلم اخيه أن إنما حملني على الكذب إليك ما أنكر إنما هو ما أنكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله. قال له أهل بلدك أنكروا عليك الشدة وأنا كاتب لك عشان أشد من أزرك عشان تواصل في الشدة على أهل البدع، مش تقعد تطعن تعيد السمة الغالبة. يا زول أنا داير أعمل لي وش بتاع كورونا أنت مهون في مخك؟ أنا قاعد أبين للناس دين. قال من الإنكار على أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله ومن إنصافك للناس ومن حسن حالك مما أظهرت من السنة. قال وعيبك على أهل بدع. قال وكثرة ذكرك لهم، لأنه قال دي بيقسم الغالب على حلقاتنا. قال وكثرة ده الشاطبي وده ابن وضاح وده أسد ابن موسى إلى أسد ابن فرات، أرايك شنو؟ وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، فهمت؟ قال فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة، لكن ده ربنا خذل به ظهر أهل السنة، قال وشد بك ظهر أهل السنة، قال بشنو قال؟ قال وذلك بإظهار عيبهم والطعن عليهم. قال له أن أنت بتظهر العيب عليهم والطعن عليهم، ربنا سبحانه وتعالى شد بك ظهر أهل السنة، إلى أن قال ذلك الإمام الجبل عليه رحمة الله قال وأذلهم الله وصار أهل البدع مستترين.
اللي بيقعدوا تحت ديل منوه؟ ديل اهل البدع. ده كلامنا نحن. امشي اشطوبه من الاعتصام للشاطئ، فهمت؟ قال واحتسب ثواب ذلك. قال له ده فيه ثواب كثير، وان ذلك من افضل اعمالك الصالحات من الصيام، مما تعتد به، يعني مما تدخره ليوم القيامه. قال من الصلاه والصيام والحج والجهاد. قال واين ذلك؟ يعني الطعن في اهل البدع الكلام ده. قال دي ما بتساويه. قال واين ذلك؟ يعني الحج والصيام والصلاه والجهاد والضرب السيوف واراقه الدماء مع عظم هذه الامور في الاسلام. قال واين ذلك من اقامه كتاب الله واحياء سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده السلف، السلف. عشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه قال واهل المقالات واهل البدع من اهل المقالات المخالفه للكتاب والسنه والعبادات المخالفه للكتاب والسنه، فان بيان حالهم وتحذير الامه منهم واجب بغادر الشنبات باتفاق المسلمين، فهمت؟ ده دين الله. والله نطعن في اهل البدع ونطعن في من يحامي عن اهل البدع. بل ابن تيميه قال ويجب عقوبه كل من اثنى عليهم اهل البدع او اخذ يعتذر اليهم، فهمت؟ الى ان يقول وكل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فان القيام عليهم من اعظم الواجبات، فانهم افسدوا العقول والاديان على خلق من المشايخ والعلماء والامراء، وهم يسعون في الارض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ولذلك يا اخواننا من سمة دعوتنا ان ربنا شد بها، بحمد الله شد بها ظهور اهل السنه وقمع بها كثير من اهل البدع من المتصوفه والاخوان المسلمين والحزبيين من انصار السنه، وشرقوا بهذه الدعوه. اننا نصرح بالطعن عليهم، واننا نذكرهم على المنائر، ونذكرهم على المنابر كما عرض سلفنا الصالح. واحد من السلف قال عرضت على السيف 5 مرات او اكثر. قال لا يقال لي ارجع عن مذهبك، يعني ما تخلي الدعوه السلفيه وخش معانا في الاصلاح او المركز العام او باري فريق شنبات الجديد، فهمت؟ ما بقول لك كده. قال وانما يقال لي اسكت عمن خالفك. قال لهم ما بسكت، نموت في الدعوه دي، فهمت يا ابو عمران؟ ما قادر. انت فوت بعيد يا اخي، فوت بعيد. الزلط ده هايوي، انت لو سايق لك واحد بيسم ولا انت فيك دخنه، فهمت؟ ولا قاطع كورونا ولا مصيبه، فوت بعيد يا اخي. خلينا نحن الشغل بتاعنا دوت 2K دي، فهمت؟ شغل اوتوميزرات مدور بحمد لله، فضل من الله عز وجل. دعوه طله مدوره، دارت تقف قدامها انت اوعك تقيل ادبك، فهمت؟ اوعك تجي تلعب وتلبس على الشباب، وانت والجماعه شغالين بتحت تحت دل. في جماعه كان بيشتغلوا تحت يطعن في دعاة التوحيد. هذا الشاب وما اراد لو ان يصعد، يا زلمه احنا بنسابق في عماره، تمام في مخك؟ خلي حركات الرجال النسوان دي، خليك راجل. اطعن في اهل البدع. نصيحتنا للمسلمين لا دارين منكم جزاء ولا شكور، ما دارين من الزول قرش، ما دارين من زول تعريفه، ما دارين من الناس حاجه، دارين نقول للناس اعبدوا الله براو، اعبدوا الله براو، خلوا الشرك، خلوا الضلال. لو ما مقتنعين بدعوتنا افتحوا لنا مناظرات في مع محمد المنتصر الازيرك في قناته، مع حامد بابكر في قناه ام درمان بتاعت الشعبي، ابجدهم، فهمت؟ افتح لنا في اي محل، بحمد الله جاهزين. تدق 3 سلفيات بتجيك 400 كتاب طائرات جوا طوالي في الغناء هناك، والله انا اجغمهم ليك وانا بقي ليك الاستوديو بتام، كل طوبه تطير في محله، لانه ده دين الله، لانه ده التوحيد، ده حق ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال قل من رب السماوات والارض، يا ناس السودان قل من رب السماوات والارض، قل الله، قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء. ربنا رب العالمين الخلق الكون زول ساعد وماف، الخلق السماء زول ساعد وماف، اجر لنا اكلنا زول ساعد وماف، البشينا من الامراض زول ساعد وماف. قل هل يستوي الاعمى والبصير
أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ كلام منطق غران ناغش بالغران يا أبو عمران. ثلاثة مطويات في الحلبي وسبعة في زعموط ما ارتحل لك ناقش النازي بالغران. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم لمن لم يلتزم دعوة الله ودين الله وصار يتمسح ويتقرب إلى المساكين إلى الضعفاء إلى الفقراء إلى الخلق إلى العبيد من صار يتقرب إليهم. قل أفأنبئكم بشر من ذلك النار وعدها الله الذين كفروا. ربنا وعد الكافرين النار عشان كده الآية بعدها ربنا قال يا أيها الناس يا أبو عمران وري الناس المثل ده. ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله الرسل من دون الله الملائكة من دون الله الأولياء من دون الله الجن من دون الله الشياطين من دون الله لن يخلقوا. ربنا كما قال السعدي تحداهم بمخلوق صغير حقير وهو وجاء في الآية مفردا واحدة لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. شوف التحدي ده من ربنا كيف يا أبو عمران. أدي الناس الأدلة أدي الناس الآيات. الموضوع ده الآن البلد دي والزمن ده ده ما زمن بتاع لف ودوران ده الزمن بتاع وضوح. بيجيك محمد المنتصر لذلك الصوفي بيقول لك أنا شيخي ده أي حاجة بسويها الله الشيخ بيسويها. تعال الكباشي بيجيبوه في النيل الأزرق بيقول لك أنا إحنا شيخنا ده ربنا قال لهم ما يشاؤون عند ربهم أي حاجة بسويها الله بيسويها الشيخ. بتاع الختمية قال لك شيخنا اسمه العيدروس وسمي العيدروس لأنه قطع رأس بعض مريديه ثم أرجعه فسمي بالعيدروس وكان يقول رضي الله عنه كتاب فيوض البحور المتلاطمة أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها. ربنا قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. قال أنا للسماء بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. التجاني في كتاب الإفادة الأحمدية سجل يا لزيرك سجل واكتب وقيد وتعال ناغشنا في مناظرة تحداك. في كتاب الإفادة الأحمدية التجاني يقول يوضع لي منبر من نور يوم القيامة يراه جميع أهل الموقف. التجاني مش ظهر في الدنيا ده دار يظهر في الآخرة ذاته. والتلاسي مدسي أبو عمران التلاسي مدسي ده قال لك يوضع عليه منبر من نور يوم القيامة ثم ينادي مناد في أهل الموقف يا أهل الموقف هذا هو الذي كنتم تستمدون منه في الدنيا. كفر ما قاله أبو لهب ولا أبو جهل ولا عقبة بن أبي معيط ولا الكفار الأوائل ولا من بعث فيهم نوح عليه السلام. لبتين الناس تسكت لبتين الدعاة ساكتين. ولذلك الشيخ ربيع حفظه الله بيّن بعد ما نقل حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قام جاب إجماع النووي وابن حجر وغير من العلماء قال أنه يجب التحذير من دعاة أهل البدع بعيانه في امتدادين عشان المسلمين يعرفوا. السلف قالوا كان بيحذرونا ونحن صغار كان بيقول لنا فلان باسمه فلان ودعلان. لو كان في أبو عمران كان بيقول لهم يا السلف دي ما صح انتوا أحد ساي أنا دارين الكثرة الكافرة من السلف لعب. عشان كده نحن بنقول لك زول ما وراك الطريق عديل زول ما بيّن لك بيان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام زول ما ضحد لك الباطل كما قال الشيخ الفوزان قال زول ما بيتكلم في البدع وأهله هذا لا يسمى داعي أصلا. عندنا في السودان داعي شاب الشاب سعد ولا الشاب منه فهمت؟ دعوة ساكت في حاجة اسمها تنذر الناس بالوحي
تبلغ دعوتك دي بطريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تكون دعوة مرجوة مقبولة، ربنا يرفعها ويحفظها ويوصل للناس ويهدي بها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا. نحن دعوتنا دي نحمد الله سبحانه وتعالى، الناس ماشية في خير، والناس ماشية في زيادة وفي معرفة للتوحيد ومعرفة للصوفية، ونفض لغبارهم ولوثنيتهم ولأضرحتهم ولقبابهم لتركلها في مزبلة التاريخ، لغاية ما بيجوا الصوفية بيجي يقولوا لبعض أخواننا، يقول لهم: والله أئدت بكلامكم ده بكلامكم ده قللت لنا الزباين، بقينا شغالين بمواهيم الجزيرة. معلش، لكن ده كلامه، ده الكلام بتاع الخليفة بتاع الطيب هنا، فهمت؟ الحمد لله دعوة ماشية، ودعوة نحسبها صادقة، ونسأل الله أن يثبتنا عليها، ونسأل الله أن لا يلوننا في ديننا، ونسأل الله أن لا نكون من ذوي الأوجه الكثيرة والعظيمة. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، ونسأل الله أن يرد حائرهم إلى رشده وإلى الحق المبين. وأقدم الشيخ مزمل ليختم هذه الحلقة.